warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. A'udzu billahi samiil alim min asy-syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum ashabul ma'ani wa ashabul fazila innani lafakhurun بأنني قد شرفت بالقيام أمامكم وإنني لأحبكم بأنكم قد تحبون أصحاب النبي وتبغضون أعداء أصحاب النبي وتفضلونهم على جميع الخلق بعد الأنبياء وهذه عقيدتنا أهل السنة والجماعة ولا شك في لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وورد قوله في الصحيح من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله لماذا؟ لأنهم كانوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى وهداة من اهتدى الذين قاموا لنصرة دينه خير قيام وجاهدوا في الله حق جهادي في حياة النبي وبعد وفاتي حتى جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. هؤلاء القوم أولئك أصحاب النبي وحزبه الذين شهد الله إيمانهم وقال أولئك هم المؤمنون حقا. ولذا أنا أقول يا من تسب المفلحين ويا من تلعن الراشدين أما فكرتم في كتاب الله أما سمعتم كلام الله وإما سمعتم فاستمعوا منا قال الله تعالى أولئك هم المفلحون ومرة أولئك هم الراشدون وأحيانا أولئك هم الفائزون وأيضا أولئك حزب الله وأولئك هم الصادقون. واستمعوا قول نبينا صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وقوله من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أيها الأفل الكريم وشباب المسلمين وخصوصا يا شباب أهل السنة والجماعة ويا شباب أبي بكر الإسلامية قد تولى الوقت وانتشر أعداء أصحاب النبي والله قد تولى الوقت وانتشر أعداء أصحاب النبي الآن قوموا لله قوموا إلى الله قوموا ولا تخافوا من لومة لائم قوموا على طريق أصحاب نبينا مقتزيا بسنة نبينا متمثلا بأوامر ربنا وقولوا كما قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا واستعينوا بالله واستعينوا بالله واستعينوا بالله فإن نصر الله لآت فإن نصر الله لآت فإن نصر الله لآت فاعلموا أن الله مع المتقين. والسلام.